السلام عليكم، يومكم مبارك ورمضانكم مبارك. حلقة اليوم راح نشوف متغيره شويه، قبل نفتحوا لضيفنا في الباب ونهدرز عليه ونستقبله فيه. اليوم على السفره واحد ها رزين شويه، والثاني كلموا فيه على البرنامج جاي يدوي لي يقول لي فيه سحور ولا لا، نبي نتسحر. عموما باش نسكتوه بنوكلوه بعد بنبدا حلقتنا. ضيوف اليوم يعني مش لانهم اصحابي، مش هذا اللي اصحابي حولوها لي على جنب، لكن ما لقيتش في ليبيا في الصفحات تفاعل صار زي ما داروا هم. كل الصفحات لما جيت افتح بت تلقى 200 نفر، 150 الف بكثير، هذه في الصفحات اللي فيها سياسه. لكن ان بنادم يفتح لايف يوصل ل 39 الف بني ادم في نفس الوقت، هذا رقم ما ندارش، وما ندارش حتى في هلبة دول عربيه. ملوك الببجي، ملوك الدوحان، واحد يخش فيه من الجنه على طول صبر عليه الشخص الثاني اللي حتتعرفوا عليه هو. اليوم دردشة ونتعرف عليه ومكتر صحابي البوزو حميدة وعدي الخوالدي. نزل فيك شوية لا عادي شو بقول خاوض ما شاء تبي نعاود نعاود لا لا منورين وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. سامحني بالله يا بوزو جبتك على الماكل على طول. لا لا عادي شنو يعني والله جعان جاي طول الطريق وبياكل أنا ما هلا لاش نبي نهتين عبيله بطلة باش نقابزوا غادي كاين مرتاحين. قديش فيكم تعرفوا بعض؟ طب المفروض يقولها يا بلا مين المفروض يقولها؟ هو أول كلمة قالها بنخش الجنة على خاطرك أنت. سنتين ونص. هو من قبل نعرف بعض من بعيد لبعيد. سنتين وصار فيه هذا كله. سنتين ونص. دقيقة بس نبي نسأل سؤال، لما تحرق لها في أعصابها في الليل خاصوت ولا بدك تجيب روحها؟ كيف يعني؟ نحس فيك زي هيك متعمد تحرق الاعصاب ما ترتاحش لين انت تعودت على الموضوع هذا. يحسبونا هم اصلا، في ناس يحسبونا احنا نمثلوا هي بجديات، هو يستفز فيه بجديات. انا علاش نفصل يعني؟ لا يوم موضوع الرنات هذاك عرفت انت، عرفت الحقيقه هذاك اليوم. اربع مرات يعدل هو نجمة غلط. واحد تقول له نجمة 128 نجمة يقول لك كيف؟ لا ما يقولكش رقم غلط معاه، والله يقول لك في صح. والله بجد رقم الا غلط. انت ماش تحلف؟ اقسم بالله بجد رقم شو ما زلت بواحد قاعد يقول لك كتيبة. بعد الأخير الأخير عاود عاود لي البث، افتح البث موجود ومشكلة كل شيء مصور، مشكلة كل شيء مصور ويكذب. انت ضمير قول لي تو يا فوزو. نعم. من الثانوي قبل حتى متركز في الجامعة شوية الحياة تغيرت. أنا شفت فيديوهات يعني مش لأنكم أنتم قاعد مصير معي والله لا، ممكن حتى لما نبدأ بروحنا نحكي لكم في العيوب ونقاط الحشية. لا لا لما نبدأ عبادة تخش رد لي عبادة التنوي يا واد هو مسخة مش مرتاحة يا دوي ها لا لا أبو أبو شو بنقول له؟ وأنتم ما خليتونيش يكمل الجملة هذالي شوي كمل كلمتي. أنا خايف كملها تجي ما انت اسمع لي شو بنقول له باش تركب على الخط طول مشكلة حاجة قصدي انت قاعد صغير في السن تعتبر تمام باهي خلي قلت مش لانكم اصحابي والله نقاط الضعف والحاجات الغلط نقولوا فيها بروحنا مرات وديما نقول لكم لكن توا خلينا نقول لكم على حاجة انا في ليبيا ما لقيتش حد تعاملوا معاه في شارع بالطريقة هي من اكثر من 20 سنة قصدك على الجمهور تدري على الناس والله مع الناس والتعامل موضوع ان الشهرة خاصة لشريحة معينة من الناس وين ما تمشي تلقاهم صعب تتعامل معه في العمر هو كيف قدرت تدير كنترول؟ والله ما ندري عندك علم هو ديما ونبي ديما نقول لك فيها ولا قلت له نبي لا توا من مشاهير ليبيا اللي معروفين اللي يمثل اللي يغني اللي مش عارف شنو علاش احنا يجونا هيك بالدرجه هي انا بروحي والله ما نعرف مستكترها في روحك ولا شيء مش مستكترها يعني لكن مش عارف مش حد فاهم حتى نفسهم يجوا مش فاهمين علاش ما يجينا ما نحوار لكن يجي نمشي رزقه من ربي هي كيف تتعامل مع الناس بجد يعني؟ انت دور دقيقة بس تتكلم فيها طول الطريق جعان 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 خذ حاجة خذ حاجة من جيبك ما تدور شيء يجب تشرب الكاميرا تاكل تشرب حاجة انت شنو؟ انا بنشرب اعطيني الندى والله شنو تبي؟ هاي بكري قال سخونة شوف الو تجبد بيدك يا عودي شوف ايش في مشكلة في كاميرا تكذب ما تكذبش اجبد كنت شفت داخل في السيارة ايش فيك يا اخي ما تطفي الكاميرا شوف يا راجل اجبد اها 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 اجبدنا ها
هذا ماش بتنفتح ما. ماشي امورها. ما قولي قولي بعدين علي الماكلة. امتى عرفت هي كلها حاطينها قدام الولاد؟ امتى عرفوا اني انا بدات الناس تعرفني في الشارع؟ امتى عرفت هاي صارت لقطه ولا حاجه هيك؟ انت عكي بطريقه عادي ولا من البدايه؟ يحكي في اللقطه هي بعد ما بديتوا تبتوا كل شيء امتى عرفت انها تفكر في اول واحد وقفك في الشارع؟ نو 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 نفكر تكمل انت عم تعرف في المكان عندي جو 50 مشاهد وكيف في الظلام في الليل لابس طاقية شدينا بتاع طريق الشط كيف عرفني ما عرفتش جوك يومها شدينا طريق الشط ايش علاقة شدينا طريق الشط والله ما كان يطلع ما كان ايش والله والله ما كان يطلع وتو طلع انا قال والي راه قال لي بوس بتطلع على الرئيس والله فهمت صح قال لي انت اللي طلعت على الرئيس هو ابوي يقول لي انت اللي طلعت يقول لي انت اللي صيحته هو لكن عرفني حاجه باهيه الحمد لله قال لك انت اللي صيحته لا ولا حتى لما نخش جهه حوشهم يقول لي هيك بو انت عارف مطمن عارف انه في حاجه باهيه شايف الفيلم صدف فرحان خوش الموضوع قديم مايكل جاكسون ولا ربي مش عارف مرقدتش يوم نحس فيك واحد سلم عليك صور جاي صورك قال لا زين لا قال خلها مستخسرينها في روحكم ايه قال خلها حسيتكم تعالى كيف ومش عارف بعيد اول مصدومين مش مستخسرين احنا ايوه نحكي على الصدمه هي اصلا ما تقوليش مستخسرين من يكرهها تو بدينا حتى نخش المحلات فيش حد ما يعرفكش تخطخ في ظهر تخرج هذا اللي توصل له تو هو يبيع حصل يبقى خذي لخويتي يا رجل خيرك واحد مطاعم ما سيبتهم بينما تبدا ماشي انت والبوزو مثلا السؤال يكون انتم الاثنين فهمتني كيف؟ لو زبطوا البوزو وانت ما زبطوك الجو فيش حد صار قبل لا تصورني معاه ولا وانت طلعت غريب تصير لما يكون حد مثل مضغط طبيعي ايه نص هيك يعني يشوفوك ما يزبطوش يكذب عليك صار تامس في الزاويه احكي لي بالله احكي لي صار تامس في الزاويه شو دالك يا زلمه؟ لا مغرب خسرنا خسرنا القهوه طبعا هذا زوز طاولات زوز طاولات انت عم زين نهضوا صور معنا كلهم بعدين خشينا الاولاد با واحد اول مره نتلاقوا معاه احنا في الزاويه معك هو تبع فينا من ايامتنا الاولى ناضيكي ناض لاولاد صاحبنا قال له ما عرفتهمش زوزها ما شبح لي هنا قال له هو نعرفه قال له هو يطلع لي هلبه لكن هو لا هو تلقى هو هو طلع مداير عليه فيلم قال لي يا رجل حارق لي دمي قال لي ما سد نتفرج عليك هذا يعيط تزيد انت بس ويومك والله يوم هذيك القصه بتاعت رنات والله انخبط في الحوش بروحي انت القوي اعرف شو صار بعد ما انت عدلت اربع مرات خشيت لي صفحه هو شوف حتى اخي كتبت غلط كتبت من جرد غلط انت لو كتبت غلط كان عاودول بالتعاود يعمل بعتها لي صوره هو بعتها لي صوره مكتوبه ونسخت احطها في راسي با انت تعالي انا بعتها لا مش غلط انت صح كيف انا صح انت ما عرفتش نجمه 128 نجمه ما عرفتش انت بدايه 8 نجمات يا رجل لا هو قدس نجوم نجمه 100 نجمه 6 تعرف شنو درت انا ولا ايه فتحت صفحته وكتبت هنا وثبتت هنا شفت بعدين غلط قلت لك صفحتي هنا غلط هبلتني انت ما عرفت ما عرفت يا ابني يا صوته ما مش عارف فاهم لازم نعتذر للناس ال هذه بداية الشهرة بح. كيف تستغلها؟ كيف ممكن تستغلها؟ مش نحكيش بحاجة سلبية مش قصدي متاع تستغلها تستغل الناس افضل الأذان الأول لحك كيف تسحر انت بالكوش في راسي بس أنا واكر كيف؟ ولا لا واكر مستر ثاني كمل وانت كملت الأول ما شاء الله أصلا كل بالكشيك والشوكة والله نشوف بيتزا بالكشيك والشوكة هربت يا أيه مستعد نعرفها موس وشو كم يوم الدنيا غدي معك غدي الأخوية اللي ضد الطبيعة والله إلا هلبة والله إلا هلبة يا غدي اسمعني طول بدأت الموضوع اختلف معاش بديت كان في الأول بالجو بتو ومعرف اليوم أصبح زيكم زي اللي في الوطن العربي كلهم وأي يوتيوبر وأي جيمر نعم زي مصدر رزق مزال لا نحكي لك انه هو الهدف منه مش انك انت اللي حصلته منه تبي الحق ولا
تعرف اي حد يدير في الشيء هو انه يبي ينشر ولا يبي يستفيد منه مش حينجح بكر. احنا نديروا فيه ان احنا هذا جونا فهمت كيف؟ ايه. هذا جونا احنا هيك جونا احنا مايلين للالعاب نطلع عندنا حياتنا لبرا نعيش ونطلع ناكل زينا زي حد ونخدم خدمنا وطلعنا. لكن احنا نهاية يومك انت ممكن ترقد تفتح نت تتفرج مش عارف شنو يعني نلعب فهمت. هذا هو احنا نديروا فيها لان نحبوا شيء هو بس هذا هو. حتى صفحاتنا كانوا بالجو من قال بنوصل لل كم 300,000 انت؟ ايه 320 وانت؟ 110 وانتم شو اسمه برواتي برواتي هيك زي تو هيك هو كان سابقني بعدين هذا نفكر فيها اول يوم الله يقعد اول يوم فتح الصفحه هذا درستني وياك في الليل قال لي بنفتح صفحه بروحي لما كان في ليبيان جيمر مش هذا اللعب بين نفسي قلت هذا شنو يدي كان الصفحه معبيه وبيمشي بيبدا موضوع من الصفر انا كنت مش في بالي فكره تقول لك درتها بعدين ال... ومره مشغول صفحه عندك صح؟ قناه يوتيوب خمباها رديتها ولا قال؟ رديتها كيف رديتها؟ والله لا مش عارف هم في صوتك مش معروف اني رد مش عارف مش معروف اني فيك جميل كل شيء مش معروف والصوت يقول لك لما رديتها لما رديتها هي خبت في ال 20,000 رديتها في ال 70,000 في 69,000 فترة هذه زادت وهي محمودة. اللحظة بس. مش قلت لك ضد الطبيعة ما تركزش يا عماد. ما تركزش ما تركزش. فهمني. خذني واحدة واحدة خذني على قد عقلي. القناة خبت فيها 20,000 مشترك. لما رجعها لقيت فيها 70,000. لقيت فيها 70. نكون شو العشق 50. أنا ماشي بعين والدين. ولا ماشي هيك وخلاص. ماشي هيك هي. خلاص انت ترى. يد. نشوف يا عم زغادي هاي هاي بسم الله يا عمس صحتين تقول ايش حاضنك من حاجه بيتسات شاور مال لا الحمد لله الحمد والله ما تعرف الحمد لله من خيري تو بنسالك خلينا من اللعب والجيم اول رمضان صمت تفكر فيه بالله لحظة أنا إيش تعقلت؟ 2014 لا مخ كيف قبل مرة كي ما الجامعة يا 2014 صمت عمرك 14 سنة اللحظة يا تالت إعدادي تصير لا ليش تالت إعدادي؟ 2014 أنت مريدك فين؟ 14 سنة عمرك وانا مش ثانوي ثالث ثانوي ثالث ثانوي انت تتخرج عمرك قداش من الثانوي؟ لا ما انت مش شايفها البطل وخا شوي مش عارف ليه اول اعدادي بالك سادس لا يخليني من هنا بالنص فطرت يوم في رمضان عليك قال لك ابوك لا لا حتى انت صغير يعني نحكي لك لما بديت تتعلم في الصيام كيف صام كيف صمت اول اعدادي؟ صمت مال صف ثامن صف شو اسمه ثاني اول صمت والله لا لا 2006 انا والله العظيم والله العظيم الصغار تو الا صف رابع يصيموا صف ثالث يصيموا قديش عمره ولدك ايمن؟ 6 سنين ها صايم زوز رمضان كيف انا بديت نصيم عمري 31 عادي فوت لما نعرف لا لا لما بديت تصيم اكيد قاعد ماك جديد في الصيام وتضرب يوم وبتنقو بيوم بتدرق على امواليك بتفطر ما صارتش لا لا ما صارتش يعني ملتزم ولا ما تعلمت ايه ابوك ما يتفرش علينا هات من الاخير ابو اول واحد اول واحد ابو وانت امتى بدك تصيم؟ من انا صغير نحاول نجرب شو الحال؟ امتى بدك تصيم؟ انا من صف اول يا عديرة انا اصيم من بالك 2002 صف اول انت كيف عرفت؟ حسبها 6 سنين ولا لا شو؟ لا بدها تصيم في الاول بتاع التقطيع زي ما كان يحكي فيها لا 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 وباقي الموضوع اللي كنت نحكي له فيه بتاع فطور بالدرقة تاني فاطر في البث المباشر عشان لا ديك بالمغطسة لا لا شو بنفطر بالدرقة كيف هي البث المباشر؟ ما شفتهاش فيديو لا شفت مية لا في رمضان بعد الفجر فاتحين بس صايرة مشكلة هو حرق وانا ندوي لكلك 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 قلت لهم بلا اسكتوا حرقتوا لي دمي ناطشت كيف فقت لروحك؟ ما فقتش ما ندريش لين تسكرت بعدين نشرب في نص هيك كيف بنسكروا قالوا لي راه تشرب وين شربت؟ وانا مش انا اللي فاتحه انا طالع مع واحد
وطالع كاميرا يعني. طيب كاميرا. لا 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 نبي فطور بالقصد يعني. لا. في الاعدادي في الابتدائي بتاع اشرب ما فيش منها. لا انا العاند انا امي تقول لي ما تصيمش ننسى. باهي تمام. وانت في الاساس سيره الطرايح اخر طريحه كلها من بوكم. لا لا مش عارف. عدي بابا بتفكر ما يضربش فيه يعني ما نعرف ابويا ما يقدرش عليه راس ولدني يضربش فيه اللي كان يضرب فيه وتربى رامي الشارع تو عالق عالق فيك 2014 علاش كل 2014 طبعا هو كل 2014 كاس العالم في 2014 عدي في 2014 صامل في الحرب في 2014 علاش الطريحه هذيك مشكلة اللابتوب حكاها قصدي لا لا احكيها لي باي ليه اخي ما نعرفهاش ما تعرفهاش في القاهرة كان راقد صيحت ما صيحتنا تكسر الكمبيوتر وكسرني معه كم عدد وانت؟ انا ابوي وعر نقف من جيك انا قاعد نضرب لا لا طريحة ما ننساهاش طريحة ما ننساهاش مرة تعاركت انا واخوي في الشارع مش عارف شنو قلت له هكي يروح ما روح هو مولي للحوش غدر بيا قام بلوكا خوك قام بلوكا وضربني بها جتني في راسي هنا هيك نقول هنا مش عم واحده من جهات خشيت نجري قعدت نتفاشخ انا وياه وبعدين هذا وين وجعتني عرفت حراره كوره واحد ما حسيتهاش في الاول انفتحت ولا تفخت بس انتفخت بعدين قعدت نقعمس الدروج نعيط مش عارف بدايه الاعدادي منقول وبوي راقد نفس الديسكا وانا يخدم من الصبح يعني انت كان نوطة في القيلة متاعة ما خلاص طبعا انت زمان بوك شيني تعرف البايت باش يضربوا سبتة ولا صوت سبتة ولا احنا مديرنا صنارة وراتة عنده صوت وراتة يربي فيهم مديرنا صنارة حاطة في الدولاب رقيقة لدرجة انه تعب مسمومة في خط يقعد هنا يقعد لك والله يقعد اسمعني نعيط خير قلت له داري داري ما في ما فيش بتاع ناديل عليه ونضربه هو لا تعالوا انتوا الزوز عرفت مش ما يزعل حد تعالوا انتوا الزوز اركبوا انتوا الزوز اعطيك على راسك تسمع طقة المفتاح هذيك خطوط هنا خطوط هنا هنا تقول حبس انا ابوي يا ريته يضرب ابوي عسكري ابوي عسكري عقاب موجود في 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 حاجات تجي تقول في المعاملات اضربني اعطيني الكفين ما ويمشي الحال اللي ما نساش ديما نحكي فيها للجماعه مرة كملت الثانية على أساس بنقرا برا لغة. تذكر خلاص ثاني يوم الصبح بنسافر ومرتب أموري زمان لا في فايبر لا شيء أصحابي جو صهر معاهم وستة شهور طالع هو خلاص. حوايجي واتيات وشنطة محطوطة واللبسة عرفت معلقها هيك بتاعت المطار ثاني يوم. الهدرزة أنا وأمي صارت الهدرزة بتاع أجيب معاك أجيب أجيب معاك وخالي في البلاد هذيك أرفع معاك وأرفع معاك. شنو درت أنا تنتورد قلت أنا ماشي بنقرا ماشي مكركر لأخوك. والله مقعد من الساعة 11 برد مش في الليل متكي يتفرج بكل برود الله يرحمه يرد شن قال لي قلت علي في صوتك في يدك على أمك علي الطلاق من بيتي ما كان ماشي البلاد ماك مشيرها طول ماني حي وكمل تلفزيونه ولا كأنه صارت حاجة بريطانيا طيارتي كلام هذا الساعة 12 في الليل طيارتي الساعة 9 الصبح يعني المفروض 7 في المطار ما أنا المفروض بعد 5 ساعات أنا ماشي للمطار ومسافر يبكي بلا دموع عماد وكمل راهو تفرج بكل برود وكمل ادرسته هو وعزوز انت راجل انت راجل اطلع ما تقدرش خلاص رد الحوايج رد الحوايج تخيل ثاني يوم الجماعه تلاقيت مش تبيش تبطل كذب قالوا لي اقنع عنا صار ابوك من فعقاب بهذيك بالله هذيك اللحظه مش كان نار شربخني شربو خير مشيت حرش في بريطانيا خير لكن مش حتتربى بيقول لك هذا مش حيتعلم منها مش مره ثانيه ما تربيتش حتى هيك تو يقول ديما يقول انت ظالم ما في حاجه انا بدي بينكم مسابقه ثقافيه قهوه من اللي ظالم انت ظالم بالله عليك قولها هنا عادي بالله عليك قول لا لا هو بالعالي هو يولع في النار انت قول ليش في النار فيش نار في ميه انت قول بالله عليك قول ظالمني تتصدق فيه انت الشيء هو واضح كده وجهك يا راجل تصدق فيه تعرف تعرف اللي يوجع فيه شنو انه الناس صاخبين عليه صاخبين عليك يحسبوا لي هنا قصدي يقول لي علاش تعيط علي علاش تعب فيك يا ناس ما قدرتش قلت له انا عندي معاك سنه ثانيه باذن الله نقدر نتحملك فيها بعدين يا انا ميت يا انت ميت واحده من الزوز لا لا تحملك اكثر من بوك
شنو لا؟ وين ابوك يصر معك كل ليله؟ ما فيش ملعب دبي، ما تكذبش عليك، ما تكذبش. اسمع نقول لك على حاجه، بدي المسابقه بيناتكم بنبين مني اللي ماكسين يا عماد. لا لا والله مسابقه بسيطه تافهه ثقافيه جغرافيه سياسيه. سياسية انت شبحت. يلا يلا. خمس اسئله لعدي وخمس اسئله لك انت. اسئله شني؟ اسئله منوعه، مرات رياضه تجي، مرات اي حاجه ما نعرفش. عدي يسال جغرافيا قرا مني هو. ما اذا كانت عندي جغرافيا لكن تحافظ. لا شكي كشكل بس قرايت. خلنا نبدا باليمين. ايش بلاد عرفت بلاد بس. خلنا نبدا باليمين، نبدا باليمين وشدوا لي الاولاد الاجابات مرات نتلخبط. اول سؤال لك انت، كاس العالم 2014 العام هو اللي قلب النبي الراس من خديها كاس العالم 2014. المانيا. كان النهائي مع مني. المانيا تفرجت عليها المشكله حوالي مغموني. يا راجل كده جاوب انت اللي تقصر. انا انت اللي تقصر. يا عادي يا عادي. ارجنتين. الارجنتين قبلها المانيا قبلها لعبوا مباراه. قبل المباراه هي. سبعه. حرق السؤال. حرقت السؤال انت. لا مش بتاع السبعه. مباراه السبعه ريت هذيك نص النهائي. نص النهائي اللي قبلها مع مني؟ المانيا ولا المانيا. مع مني ترشحوا مع مني وكانت بالريغوليات. كانت في الوقت الوقت الاضافي سوري. ومباراة مهمة تقول لو نقول لك مين ومين تقول لي حين نسيت. حتى نوصل حتى نوصل نفس الشيء. نقرب لك نعطيك خيارات بعدين. ليش نقرب لك؟ خليني ما قربت لك. نقول لك السؤال. تبى من شو المشكلة؟ بقوة سمع هو خفي انت علاش؟ كانت مع البرتغال ولا اسبانيا ولا الجزائر؟ بنساعدك عبد الرحيم بنساعدك. الجزائر ولا برتغال ولا اسبانيا؟ ومقيومه كانت الدنيا كلها الجزائر. مظبوط تو اسمع تو صفال غشان من الجزائر. مظبوط ما تهزش راسك انت الجزائر مظبوط. هذا السؤال الرياضي تمام. قول لها تو نعود لك. سكرت عليه. هذا شو قصته هذاك بربك يا كهرباء؟ رمضان تو انت سؤال في الجغرافيا. تساوقهم بكري يا راهو. لا سؤال بسيط والله. انا كنا نغش من الهندسه الله. والله اسئلتي بسيطه. عاصمه سويسرا. سويسرا ايه. مشكله ان ابوي حكي لي عليها حاجه. يلا عاد خمس. نسيتها يا راجل. خير من هيك يا مولي. نسيتها يا عمي. نعطيك خيارات با. نعطيك خيارات مظبوطه. زيورخ جنيف بيرن. شنو هو؟ زيورخ جنيف بيرن. بالله عليك مش بيرن. بيرن بيرن غلط. بيرن تو هدايا واحد واحد. تو السؤال الثاني باش تولي زي انت. عاصمة لا لا كيف بقول حاجة بقول لي تسهل لها. ايه 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 ما تسهلش يا رجل. جنيف سويسرا انا ساعة. أكبر دولة عربية. سويسرا انت نشوفها في النشر الجيوغرافيك بس. أكبر دولة عربية. مش عارف. السعودية. لكن صح. قبل كانت السودان تقريبا. قبل كانت السودان. شنو قصها؟ قبل كانت السودان طولت السعودية. السعودية ماشية خريطة السعودية. ما كانت قلت لك ضد الطبيعة ضد الجغرافيا ضد الحياة. كانت كبيرة تنقسم. صح صح ولا السودان الجنوب داروا السودان. صح. لكن الخضار 400 متر. ياش السعودية صح حرافة. سؤال بسيط على ليبيا. ليبيا؟ ايه. سمي لي اسماء ثلاثة مجاهدين ليبيين، والله اسهل من السؤال هذا ما فيه. مجاهدين؟ ايه. غير عدي الخوالدي. لا لا هذاك مات. سهلين. باهي لا لا. واحد سهل. هو واحد سهل عمره مختار. باهي على خاطر العشر سنين. خلي الاسد خلي الاسد بروحه، شو اسمه الثاني؟ يا رجل هنا نشرتها وداروا لي عليه مشكلة يا رجل. بالله غير السؤال والله لا فوتا. مش قال لي تاريخ المدرسه؟ مش قال لي سويحلي اللي انشرته داروا لي عليه مشكله. باقي هذو اثنين رمضان السويحلي. رمضان السويحلي ولي ما ركزتش في صورته. ما ركزتش في صورته. هو الثالث رايح بيكاسو. بيكاسو
ما انت سميت شنعاقب يا راجل. سمى زوز تو سمى زوز. سميت زوز زوز. نعطيه النقطة اللي نوقف معها. نص نقطة. لا نقطة. تو هو من ثلاثة أسئلة عنده نقطتين، وأنت من سؤالين عندك نقطتين. شنو ثلاثة؟ أنت ثلاثة أسئلة سألت. غلطت في المجلس. أنت تو السؤال الثالث. سؤال بسيط جدا. تمام. في شيء اسمه في سنة 1932. ايوه اهم حاجة قبل 2000. مش عارف انا متأكد. برا 1932. ليبيا انشغلت بحاجة في البحر المتوسط صارت. تمام. وعملية ان في سفينة معتدية ليبيا دمرتها. من امريكا. من امريكا. السفينة هذه شنو اسمها؟ لا نساتها لكن نعرف حط ماها ان هي جاية من امريكا وفشخوها لكن شنو اسمها ما نعرف. شنو اسمها؟ هي في بالي كان نقولها كانت تعطيني خيارات نقول. كيف كانت تعطيني خيارات؟ ما مش تو هذا ما اعطيتهاش خيارات. لا لكن مجاهدين. انا رانع لكن انا رايح حاجه سهلة يا رب. ايش اللي تعرف اعطيني خيارات؟ مسمين عليها مطعم في عم المختار. خلاص ما عادش تعاود ما عادش تقولها. عم المختار هو طلع في 7 في 2020. خلاص. في عم المختار يعني. فيلادلفيا. معقولة فيلادلفيا ما تعرفها؟ سهل. حتى جبنا فيه منها. والله لا نعرف. سميتها الأول. سميتها الأول ما قال السؤال. سؤال بسيط. عليك أنت. ما تساعدش فيه. لا تودم 2-2. أنت متعادلينك. لا مساعدنيش تقول 2-2. شو تساعد؟ قلت لك قهوة في عم المختار. برا. جت نقول غير وغطى سؤال والله سهل وبسيط. إن شاء الله. تمام. سمي لي 5 ممثلين ليبيين. 5 ممثلين ليبيين. ممثلين ما في قلبة توا نسمي عادي قديم وجديد هبه كيف ما تبي هاي مشكلة نعرفهم بسامي التمثيل انا حاتم الكور با خالد كافو با شنو اللي كان بيجي شنو كان بيجينا حاتم الكور خالد كافو خالد باسط بوغندا لا ريت الالقاب انا جوا ما نعرفهاش ما انت لما تقول في الاسم واضح ميكي تشوف في الشاشة لا متشبعش خالد هادو ثلاثة أو لا؟ من ثاني رندا تمام محسوبة ايه رندا كيفة. تمام مازال واحد يعني. قلت لي اسم من بكري نهاد رزوه عليها في الدار هذيك كل قلت لك اسم غادي ايه نهاد رزوه في موضوع جد تصير تقرمنا حلو يا مولي ننسى انت فستني عندك على بس كنت مقرر ما تصير برا تفضلك ما انا حسابك قلت لي ممثلين حسابك تدعي على ناس قديمه ممثل اصيل صح لا ما قلناش مش ممثل حسابك تدعي على ناس قديمه لا ايوه جديد وقديم خبط كيف ما تبي خلاص اصيل في حتى شنو اسمه نور الشيباني ممثل حتى انت وبيتي صودا غطى وجهك سمي لي مش 5 3 ممثلات ليبيات ممثلات اسهل منها ما فيش البنات ديما تحط بلقى رندا يا لا ما تعودش خيار قلت انا لا الغي السؤال الغي السؤال صعب 3 مطربين ليبيين تي سهله يا عماد عصام الطويل وليد التلاوي با وحنا بعد رمضان انت من اليوم مطرب وش اسمه عبد الستار تعرف؟ عبد الستار زين يا راجل عبد الستار لا زين يا راجل شو انت اسمه انت فغالي؟ ترى كل مغني غلط كل مغني مش علاقه بالثاني شيء اسمه عن التقلب سخني يا راجل روك شعار شنو كل شيء حاجه تحط عادي يمشي معك في واحد يا راجل اللي كنت مديرها انت في النجمات الزكره وعره واو وانت عارف من اللي يرقص مني الرقص الشعبي لا يا رجل الرقص الشعبي توا 4 اسئله باربع اسئله وجاوبتوا كلكم ناخذ السؤال الاخير كل واحد عنده سؤال سمين خذ دقيقه اوقف قصد جديات صدقتها عبد الستار بالرسمي يا عبد الستار تاع الراقي صح خيرك تاع الطاير الابيض ما سمعناش توا انت والله ما نسمع لا تسمع نعرف مغنيه لكن ما دقيقه بس بالله خلينا نقطع على سبت زيدني اسم رابع طيب
طيور ليبيا طيور جنة دكم. لا لا فيه باي باي برا. سؤال خامس حسيت كثير تضيقت ما انت تساعد فيه والله يساعد في الكل والله لا تساعد فيه لكن نفرح عندك علم عليه ان كل واحد ساير فيه على قد مستوى واضح واضح نقول لا نقول لا واضح يا طبيب خيار نقول لا لما تشبح له قلت له سيل بحير على الخامس يقول لك تساعد تشبح تساوي كلام تصدقاش مره تقول من اول سؤال مسمينا ليبيا قداش عندها حدود شنو مع كم بلاد عندنا حدود مع كم؟ ايه عدهم بصوت عالي تونس با مشكلة نطلع الحين مصر با هذو اثنين تونس ومصر هي عندنا أربعة لا أربعة ولا أكثر كيف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة عندنا كيف ستة يا مان؟ ستة تسميهم لك أنت في السودان ولا وين؟ با السودان مظبوط صح السودان ايه ثلاثة يا عرفت كيف الشرطة مية لا والله ما يسمت قال السودان الراجل ستة يا راجل والله ما يعرف مرة كم ثلاثة هاي ثلاثة يا رجل شو سمينا تونس ومصر والسودان تونس ومصر والسودان با تونس ومصر والسودان كيف في بلاد اسكت يا راجل كيف في بلاد كيف مدير صديق قول يا راجل تونس ومصر والسودان لاطة شو فيه يسمي ثاني صار لاطة سمي والله لا نسيها ما عندي قاعد والله صعب بكره تسمينا في تونس ومصر باي كملهم انت هيك اللي انت بتسميه له النيجر الجزائر الجزائر مازال واحدة خلاص خمسة خمسة قلنا ستة احنا لا الجزائر الجزائر والنيجر النيجر الجزائر خدامس حدودها مع الجزائر اصلا هي غانا اللي صار لكن غانا قلت لك شاطر في الجغرافيا انا كنت نغش بها المغرب المغرب لا كيف تشاد يا راجل تشاد يا تشاد تشاد سليك حتى هي لا لا تشاد كنت على الاقل واحدة لا هي انا سميت تشاد وانت سميت زور أنا قلت لها كمل من حسبة لاش من حسبة لاش في سؤال ثاني في سؤال ثاني عدد سكان تشاد مش هذا السؤال مصر عليك كيف عدد سكان تشاد يكذب عليك ما حد يحطون الفاعل أصحاب الغنية أغنية ليبية قديمة با تقول عيوني سهارة غايم بي بالضبط ما شاء الله من اللي يغني فيها سكر جلسة رمضان ويغنوا واحد ماشي من اللي يغني فيها سهل وعيوني سهر لا لا كذاب هي دي اللي فاهم كان شراك نجاوب دي اللي فاهم من بكري كان تعطيني خيارات نجاوب كان ما عرفتهاش بتغناها كان ما عرفتش كاملة يتغنيها كاملة استنى يغنيها ياخذ النقطة وفاز وتنقول له جائزة شني جائزة راه في في يا بتغنيها لا لا فوت يا بتغنيها سهلة هي كلماتها هي أغنية سهلة لك الصوت مش سهل سهل عادي لا لا توي منتج بوروب يا راجل عنده موضوع خيارات تعطيكش خيارات ما تعطيش لا لا واضح لا لا تعطيني خيارات مش كم أنا قلت لك هي تجاوبه مني يتغني تاخذ النقطة تغني تاخذ النقطة انت صوتك منيح شو صوتك وين رأيت صوتك وين رأيت صوتي لا لا غيرك سؤال لك لا سؤال خلاص خسرت خسرت هات 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 سؤال انتم بالزوز خاسرين لا لا ما خسرتش كيف انا حسبتكمش ستة يا راجل باهي كسبت سميت اربعة شي كسبتها يا غدي هو زوز انا سميت ثلاثة هو ثلاثة من يغني فاعل من يعرف شاب جيلاني شاب جيلاني مش الحشيشة الشبان هو الشبان الشباب توتوا نقطتين من خمس اسئلة حشمتوني جاوبتوا سؤالين سؤالين يا راجل قلت لك انا الجغرافيا ضعيف وانت سالته كله في الجغرافيا مي لازم تمشي للمكان طب نسألكم سؤال مشترك اللي بيجاوب عليه الاول اربح مش لحد فيكم السؤال باهي تمام ملك ليبيا زمان اسم الملك شنو هذا هيك بجديات ايه سهلتها ملك ادريس مني لا يقولوا لي اسم كامل ملك ادريس نوسي تفرج عليه يا رجل ما هو قصدي مش سؤال هو الحساب هي بتفكير قصدي بتاع مين بيجاوب عليه ونشط روحنا شوية صعبت ملك عليه ملك ادريس السنوسي صعبت عليه من ما يعرفه صعبت عليك قلت لي ووك سهلت عليك قلت لي ووك ده ما هو لما ما لما تبي تسأل سؤال ليش دقيقة بالنفس غير دقيقة دقيقة انت لما تسأل سؤال بيجاوب عليه زوز مفروض يكون واعر شوية مش واضح تسأل سؤال تبع غشاش انا معروفة عاصمة ليبيا قبل طرابلس
مشكلة قاريها غير اسكت يا رجل قاريها هنا في النت زفت قاريها في النت هنا ولا لا قاريها كانت تقاليم هي كانت ثلاثة تقاليم جمهورية طرابلسية لما تأسست عاصمتها ما كانش طرابلس طرابلس المركز المركز الأولى لا لا مش غادي عندكم واحد من وراء الكاميرا صاحبنا يقول لك مش غادي أول عاصمة لطراب عرفتوهاش تعرف سألت كل شيء اليوم سبعة أعطيني تركيب سهل سؤال والله كان ما جاوبتوش أنا اللي بنود نروح مش أنتم مش عارف يا عماد أنت تركيبة المية أكسجين وهواء لا والله ما مني والله ما مني ايش صار عاصمه مدير العاصمه قلت لك عاصمه طرابلس قال لك عاصمه ليبيا قبل طرابلس عاصمه الجمهوريه الطرابلسيه قبل طرابلس كيف الميه مش عارف اتش 2 او يا راجل يد 2000 هيدروجين واكسجين ذرتين من الهيدروجين واكسجين هو قالها صح سؤالي شنو قال شنو قال هواء اكسجين زيد هو تعزلته هنا مش سؤال سؤال قريت ايش تفضل قلت لكم السؤال اللي جاوبه الاول يربح سؤال تعادل خلاص شو تعادل يا رجل خليني احسب عليك تعادل والله توجع تخيل اني متعادل معك لا قلت لك تخسر مش لنا والله لا اسئلتي اول كيف اسئلتك بطل هي اللي بيجاوب عليها الاول بيجاوب عليها الاول تشاوب انت مسكر ام الحلقه يعني بطل كاس العالم في 2010 اسبانيا والله وقفت معك يا فوزو والله العظيم الاسئله انت باهي خلاص روح والله الاسئله تافهه تسألت قداش تمت المباراة؟ قداش تمت المباراة؟ قولي ناس تفلح قصدي يا راجل خير ساحلتها ضد مني؟ ضد هولندا كل اللي أنا أعرفها يا راجل مواليد 2000 يعرفها 10 سنين عمره ناس بط هذه يركب فيك 10 سنين عمره يا راجل يعرف باقي 2000 دقيقة بسم الله لحظة بس كأس العالم 2018 في روسيا من أخدها كأس العالم؟ الأخير كان يعرف يقول الأخير هي ما يعرفش والله ما يعرف مش 2010 وساهل أنا بديك عليه واحد من سنتين سهل حتى متاع المانيا انا نسيت سهل كان تزبط ان فرنسا اللي فازوا بيه لك جايزه والله تفكر شويه في زوز ثواني والله هو المفروض بقى عملت زي ما عملت معي شنو يا ودي درت اللي علي مصر يا عماد يا كلها درت اللي علي جاني قبل الحلقه قال لي عليك ديما الناس يشبه فيك نازل عليه قال لي ديما الناس يشبه فيك نازل عليه دير روحك انت الغبي اليوم خلاك تاكل مبكري وانا ساكت خلاك تو تجاوب خلاك تو تجاوب وانا ساكت باش ما يقولوش الناس تحك عليهم ان شاء الله عليك والله بجديات خيارات فيك بالخيارات بجديات ما هو جو يبيك تنقهر صح قال لي قبل الحلقه قال لي خلي لما دار فلوس تغير نعطيه سؤال انا اعطيه انت ترى قداش ثروت ماني عنديش تروح ماني تدفين بالمترو بديت ما دام بكل وين تدفين بالمترو قدامنا واحد يغني مني ترى رحمة الله عليه بك فرق متوفى قتلت الراجل هو واضح رحمة الله عليك ما هو الفيديو جديد ما والله ما لقى الاسم حتى ما تعرف رحمة الله عليك قلت الموضوع حي حي ما يتبين لا حتى الاسم مش حنقولها بتحرقونها معي لا عادي لا تو تقول انت دقيقه بس تو انت وياه تو هو اما بنعمه ربك تحدد الحمد لله الحمد لله تتعد فين بالميت لا ما عماد اما نعمه ربك بحدد مش ما تكذبش قصدي ايوه الحمد لله في مدخول في بالمترو في مدخول وفي كل شيء لكن شن شن مترو شن مترو اخر مره درتها في باب المحل انا وتقطع تساوي في سياره ب 120000 ما هو هذا بروح نقول بنخطط كان ساوم ساعة 120 ناس بنخطط ملاب بنجيبها شوف شوف باعني شيء لا ما دقيقة تو انا فاتح الموضوع انت اللي فحجت وقلت له قداش ترى انت اللي سالت هو ما جاوبش من بكري جاوبت انا جاوب الراجل 35000 35000 قال لك بس هذا هو راس مال انا 34000 زي المشاهدات شوية 34000 اسمع نعطيك معادلة قدام يكذب يا راجل اللي يشري في سيارة بجني معناه عنده 5 جنيه صح عليك مش يطلع منهم جنيه ياخذ سيارة صح عليك انت تشيل سيارة ب 5 انا قلت لك هو متقام انا عندك ربع مليون انت اللي قلت لي صاحبنا وبنجو هاي تفضل وصلت الخمس اصفار ولا لا؟ معناته 120000 معناته عندي 500000 والله لا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه يا عماد قرب هالك هو قرب هالك قرب هالك هي 125 لكن قرب هالك نروح انا وياك ولا لا قرب هالك
كيف قال؟ لا قلت لك ظلمك ظلم أظلمت على أظلمت. خمس أضعاف قلت لك أنا أعطاني الأربعة أنت طلعت أعرف مني. هادي أنت قلت أنا عندك جنيه تجريبية ما أنا عندي خمس. زوز فار. زوز فار. لا لا روح بيه بالله عليك. مين اللي جايب الثاني؟ البوم بتاع الجديد. أنا اللي جايب. والله جابونا والله اللي هدرزة اقسم بالله بشتك لا وديت راك تصدق عم نتوى قبل ما نخش وقال لي تساهل معاه انا باش مثلا باهي باش ما تنبدوش خير شوي قال لي دير روح صبي تبي ولا الحق ولا اليوم شهاده لله لا استوره خليتك هذه مش تعرف بس لا سلم علي اليوم اختم لك بالشمع على جائزه تو انا شو شنو هي تم التعادل حتى وانا غبي تم التعادل حتى وانا غبي لا لا رابع معنى انا كان مقعمز لك زي توا عاود يا عماد انت ما عندك شيء تموت يا راجل بالله عليك عاود البيتزا اللي على الطاوله بما طعم بما طعم ايه قال بما طعم صلصه وفلفل وجبنه بيتزا بالحم مفروم يا راجل نروح لا 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 مش حم الثاني انت هو اللي شريها وتقول لها لا في صوص هم في صوص بتقول لها لا انت في صوص ما فيش صوص لا في صوص في نكهتين في حم وفي بالدجاج انا جبت بتاع الدجاج يا سيدي والله اللي نورتوني وضحكتونا وكانت حلقة طبيعية جدا وكأننا ما فيش تصوير والله لا يعني قبل ما نختم انت علاش تضحك بس شو تبي تقول الفيلم دايرين عليك فيلم يا رجل ايوه كان اسمها كاميرا انا تو انت امتى تحسب التصوير ما يندريش عليه التصوير لا مصر لينا 3 ايام بنجهزوا فيه ايوه تجي كل يوم ما تقول لي ايه في كاميرا تقول مرضى تجي كل يوم بتقول ليش منور يا بوزو منور يا عدي منورين ان شاء الله كل عام وانتم حيين ان شاء الله يا رب سلام